السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر سليم وحضرتك بتتفرج على قناة بيم أريبيا. بيم أريبيا هي قناة متخصصة في شرح البرامج الهندسية وشرح منهجية البيم، وحتى الآن صدر ما يقارب 4000 فيديو. طبعا عشان بس نكون منتبهين، الفيديوهات دي كلها ما اتعملتش بين يوم وليلة، ده أخدت سنين. يعني تقدر تقول مثلا إن كل يوم فيديو، فده بس إيه تنبيه بسيط ان انت ما تصغرش، ان انت كل يوم تقرا صفحه، ان انت كل يوم تحفظ كلمه، ان انت كل يوم تمسك صفحه كده من المصحف وتحفظ 3 4 ايات وهكذا. الاعمال الصغيره لو انت داومت عليها تقدر تعمل عمل كبير ان شاء الله. طيب، وحب الاعمال لله ادومها وان قل. طيب خلينا ندخل على البلاي ليست. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تجيلك اخر الفيديوهات. هنبدأ نشوف البلاي ليست ونفهم ايه فكرة البلاي ليست ديت او ايه التقسيمات اللي موجودة. طيب، اول حاجة جاست بيم ات، دي ملخص لكورسات قوية جدا في المنهجية بتاعت البيم ونظرية البيم وايه هي فكرة البيم وليه البيم. الفيديوهات دول تقريبا 211، اتمنى ان شاء الله يزيدوا بإذن الله، بنشرح فيهم الفكرة النظرية، ودي مهمة جدا لو انت داخل على اي برنامج من البرامج بتاعت البيم حاول تفهم جاست بيم ات ديت. دي ملخص كورسات دفعنا فيها الالافات، مبالغ رهيبة جدا عشان ناخدها ونلخصها ونخليها بالعربي. طيب بعد كده عندي في شرح الريفت الانشائي، شرح الريفت المعماري، شرح الريفت الالكتروميكانيكال، اعتقد انه شرح نفسه. تمام، الريفت المعماري المهندس المعماري، الريفت الانشائي المهندس الانشائي، الريفت الالكتروميكانيكال للميكانيكا والكهرباء، عشان بيجي لي مهندس معماري يقول لي انا قدام الثلاثه اختار انا واحد فيهم، اختار الريفت المعماري. دول مهمين جدا وهم دول يعني مطلوبين جدا في السوق. طيب النفس وركس بيضيف البعد الرابع والخامس، البعد الرابع اللي هو بعد الزمن، بحيث تشوف المبنى وهو بيتبني خطوه خطوه، ما تشوفش المبنى كتله واحده، لا بتشوف جزء جزء وهو بيظهر قدامك. والبعد الخامس اللي هو بعد التكلفه، المشروع ده هيكلفني قد ايه. طيب بعد ما انا اتقنت الموضوع دوت واشتغلت بيه كذا مشروع، ما فيش حد يستعجل ويقول انا سمعت الفيديوهات، سمعت الفيديوهات ولا لها اي لازمه سواء ليا او لغيري او لاحسن واحد في العالم بيشرح. لازم انت تشتغل بايديك وتعمل كذا مشروع، هتواجهك مشاكل حتى لو سمعت كل الفيديوهات اللي في الدنيا، لازم تجيلك مشاكل عمرك ما واجهتها وتبدا تفكر فيها. طيب فرض ان انت اشتغلت مثلا 5 6 شهور وبقيت كويس جدا وعايز تبرمج، هتلاقي عندك حاجه اسمها داينامو، ده بتبرمج جوه الريفت. تمام، لما تكون فعلا اتقنت البرنامج واتقنت الفاميلي واتقنت كل الالعاب اللي فيه وزهقان وعايز تسوي حاجه، خش في برمجه الريفت داينامو. وممكن تدخل في الريفت ادنس، الريفت ادنس دي مختلفه، الريفت ادنس دي ادنس بنسطبها جوه الريفت عشان تديني ميزه مش موجوده في البرنامج. يعني البرنامج مثلا ما بيحسبش مجموع اطوال، هو بيروح جايب لي مجموع الاطوال ويديني الرقم النهائي، ده فكره الادنس. تمام، يبقى احنا كده عرفنا، لان انا هبدا بدول. ولو انت عايز تدخل في البرمجه خش برمجه الدينامو، لانها برمجه مرئيه مش محتاجه ان انت تقعد تحفظ اكويت. تمام، طيب ندخل على بعد كده اللي هو البيم والاستدامه. يعني ايه البيم والاستدامه؟ انا عايز اعمل مبنى صديق للبيئه، عايز اعمل جي ساس، او عايز اعمل ليد، او عايز اعمل بريم، او عايز اعمل اي انظمه من الانظمه اللي هي بتهتم بالبيئه. احنا عندنا في مصر مثلا الجرين بيراميدز، وده من الانظمه القويه جدا، وكان لسه يعني ما صدرش او لسه ما اتطبعش بشكل رسمي، بس ان شاء الله يعني اتمنى ان هو يطلع حاجه كويسه باذن الله. وفي كام سطر كده وفي جزء بيدي نقط على استخدام البيم. البيم والاستدامه يعني ازاي نستخدم البيم في عمل مبنى صديق للبيئه، ما يكونش مضر، ما يكونش بيصدر كربون، ما يكونش بيستهلك كهرباء كثيره. طيب الاوتوديسك ريكاب، دلوقتي لو انا عندي مبنى موجود بدخل بالليزر سكان ابدا اخد المعلومات كلها وادخله على الريكاب، بحيث يبدا يحولها لي بدل ما نقط، لا يحولها لي لحوائط وابواب وشبابيك ومثل هذا. الاوتوكاد ام بي لما ما كانش في الريفت، ما كانش لسه اوتوديسك اشترته، كان هم عملوا حاجه اسمها اوتوكاد معماري واوتوكاد ام بي واوتوكاد ستراكشر، فده الاوتوكاد ام بي. هو في ناس كتير بتستخدمه، واحنا في بعض المشاريع قلنا لا هنشتغل بالاوتوكاد ام بي، كانت الشركه لسه بتتنقل وعندها مشروع ومستعجله، فما فيش وقت ان هو يتنقل من الاوتوكاد للريفت، فشغلنا بالاوتوكاد ام بي وشغلنا بالاوتوكاد اركتكتشر وشغلنا بالاوتوكاد استراكشر، فهو ممتاز جدا. طيب اللي بعد كده الاوتوكاد بلان 3 دي، ده بيعمل شغل المحطات.
يعني لو مطلوب منك محطات تخش على البرنامج دوت. هو برنامج سهل ولذيذ، والواجهه بتاعته يعني هي واجهه الاوتوكاد، بيبقى فيه بعض القوائم بس البسيطه الاخرى. طيب بعد كده الاوتوكاد، طبعا الاوتوكاد برنامج غني عن التعريف، وده شرح ليه، وفي بعض الحاجات ادفانسد شويه، يعني في بعض الاوامر اللي مش بتلاقيها في كل حته. ده البايثون. البايثون ده بنبرمج بيه حاجات قويه جوه الداينامو، او حاجات جوه الريفت، او ممكن تبرمج لوحده. هو لغه سهله جدا وقويه جدا، وبيستخدموها في وكالة ناسا، وبيستخدموها في حاجات كتيره جدا، وحاجه محترمه جدا. تمام، دي لغه برمجه، اسهل لغه برمجه ممكن الواحد يتعلمها ويشتغل بيها. طيب ولو انت هتبدا، ابدا بالداينامو، بعد كده خش في البايثون. طيب بعد كده البحث العلمي. يعني ايه بحث علمي؟ دي بعض الفيديوهات كنا عملناها عشان نشرح ازاي واحد يعمل بحث علمي، ايه السوفت وير اللي ممكن يساعدك ان انت تتاكد ان انت مفيش اي بلاجاريزم او نقل، بلاش نقول سرقه ادبيه او كده، او نقل كتير فساعات الرساله ممكن تترفض. فدي بعض الادوات وبعض الحاجات للناس اللي هي مهتميه بالبحث العلمي. هنا بقى شرح الفاميلي، ازاي تبدا تعمل فاميلي. يعني لو انت بدات لان انت فهمت دول، خش على الفاميلي ريفت، هتديك قوه جدا ان انت تعرف تعمل فاميلي، بدل ما كل شويه تدور على فاميلي، لا تقدر تشوف فاميلي قريبه وتعدل فيها وتشتغل عليها. بعد كده اليونيتي، ده زي محرك العاب احنا بنستخدمه، بندخل عليه الموديل جاهز من الريفت، ونبدا نمشي جوه المبنى ونعمل اوجمانتد رياليتي وفيرتشوال رياليتي. مجله بيم اريبيا من المجالات اللي الواحد سعيد جدا ان هو شارك فيها، يعني كانت فكرة والناس كتير الحمد لله ساعدوني ان احنا اظهرناها وحققناها وخلناها تظهر للنور. فدي تحويل للمقالات المكتوبة لمقالات مسموعة. برنامج الانديزاين، ده البرنامج اللي احنا بنستخدمه واحنا شغالين على بيم اريبيا ماجازين، فكانت بتواجهنا بعض المشاكل او بعض الحاجات، فكنا بنعمل فيديو عشان نقول تعمل ازاي. فاحنا بنحاول نشرح للناس، لو اي حد عايز يعمل مجلة منافسة لينا او قريبة من مجالنا، يقول لي وانا ابعت له التمبليت وهبعت له واشتغل معاه واساعده لحد ما يطلع اول عددين. احنا نفسنا الموضوع ده يتكرر كتير جدا، وناس كتيره تبدا تعمل نموذج او حاجه زيها في الجامعات بتاعتهم وينافسونا ويتفوق علينا ان شاء الله. طيب بعد كده برنامج المايكرو ستيشن، ده احد البرامج اللي يقدر ينافسه بالاوتوكاد، وهو من برامج الناس كتيره مهتميه بيه، يمكن مش بس شهره الاوتوكاد بس، هو ساعات بيبقى مطلوب في بعض المشاريع. الفري كاد، ده برنامج اوبن سورس من البرامج القويه، ونقدر نقرب الاوتوكاد، نقدر نقرب بعض السوفت وير، في جزء بقى موجود في بيم، هو برنامج من البرامج القويه والمحترمه. الديزاين بيلدر من اقوى البرامج اللي بتشتغل في موضوع السستينابيلتي، فهو برنامج قوي جدا، بيعمل سي اف دي، بيعمل تحليل الاناره، تحليل الضوء، تحليل الحاجات كتير جدا. طيب نيجي ندخل بقى على التلات حاجات مع بعض، جافا سكريبت وال HTML و CSS. ال HTML دي لا يخلو موقع انترنت من HTML، يعني ما ينفعش تعمل موقع غير لما يكون فيه HTML. تمام، ولو انت جيت هنا ودوست هنا وقلت له انا عايز اشوف ال View Page Source، لازم هيطلع اول حاجة هيطلع لك ان هو HTML. تمام، وهيطلع لك بعد كده CSS. CSS بيظبط الشكل بحيث ان انت لو انت عايز تغير الستايل بتاع الموقع كله يتغير. الجافا سكريبت اساس تعمل حركات وشقلبظات وحاجات زي كده. طيب ليه انا شرحتهم؟ انا كنت درستهم زمان جدا، يعني يمكن من قبل ما اتخرج من الكليه، بس شرحتهم قريب. طب ليه انا شرحتهم؟ عشان ان في بعض ال نقدر نقول الادوات زي بيم 360، لو انت عايز تبرمج جواها لازم تكون تعرف HTML و CSS وجافا سكريبت. فهو معمول مخصوص عشان بيم 360. لما جينا نبرمج جوه بيم 360 قالوا لنا ستوب، لازم تكون عارف ال HTML كويس، وسهله جدا ممكن تتعلمها في يومين ثلاثه، وتعرف سي اس اس، وتعرف جافا سكريبت. تمام، فدي دول حاجات لو حد عايز يبرمج او حد عايز يعدل او يربط مع البيم 360. هاو تو ميك تمبليت، دي من الحاجات المتعلقه بالريفت. هاو تو ميك تمبليت، ازاي تعمل تمبليت جوه الريفت. فلو انت خلصت الريفت خش في ازاي تعمل تمبليت، هتبقى مفيده جدا ليك. الانكسكيب، ده من البرامج القويه في عمل تصميمات فيكتور او حاجه كده عامله زي الالستريتور، بيبقى شكلها جميل، بتعمل شويه صور، فكانت بتفيدنا
في اي حاجه انت شغال فيها محتاج ان انت تعمل صوره عشان توضح، تقدر تستخدم الانكسكيب بشكل قوي. يعني نقدر نقول عشان نبسط الحاجه ان هو منافس او قوي زي الفوتوشوب، بس هو الفوتوشوب بيشتغل على حاجه وده بيشتغل على حاجه تانية. الفوتوشوب بيشتغل في نقاط نظام الصوره، وهنا بيشتغل في نظام الفيكتور او المنتجيه. شو اسم البرامج القويه جدا من برامج اوتوديسك اللي بتعمل اظهار للموديل؟ هو ما بيعملش موديل، هو بياخد الموديل من اي برنامج ويروح مره لك بشكل جميل جدا. الانفرا ورك 60، ايه الانفرا ورك 60 دوت؟ ده برنامج بيشتغل على المدن او القرى، بيشتغل على نظام اكبر بكتير من المبنى. يعني انت بتشتغل ان انت تصمم طرق، هو من البرامج القويه جدا واللذيذه والسهله، ويعني حاجه محترمه جدا. طيب ندخل بعد كده على البلو بيم، ده لو انت شغال مثلا في مكتب فني او بتجيلك اللوحه بتراجع عليها، فسهل جدا ان انت تراجع اللوحه وتكتب كومنتات، بيديك ادوات تساعدك في عمل الحصر. ان لوجيك من اكتر البرامج اللي انا نفسي اشرحها بالتفصيل، لان هو برنامج قوي جدا وممتاز جدا. فكرته ان هو بيديك مثلا ايه، تقدر تقول له انا عندي مثلا، يعني هو حاجات كتير جدا، يعني ممكن تصميم طيارات، مش بيصمم طيارات، بيصمم الاتجاهات بتاع الطياره تمشي ازاي، التدفق بتاعت الناس، لو عندي مثلا مكان وناس تمشي، طب الزحمه بتاعتهم بتبقى عامله ازاي، طب ممكن اعمل حاجه عشان تنظم المرور. فهو برنامج فكرته لذيذه جدا. البلان جريد من ضمن البرامج اللي تخليك تراجع على اللوح وتنظم الشغل بتاعك، من البرامج برضو الواحد كان سعيد وهو بيتعامل معاها. الاي ار بي ده نظام اداره للمشروع او اداره للمخازن او اداره لنظام الشغل. يعني مثلا في واحد عايز يعمل اجازه، فبيكتب النظام على الاي ار بي، بيروح للمدير، فالمدير يوافق عليه وما يوافقش. الاداره العليا شايفه ان في حاجه اتاخرت عند حد لمده 3 ايام، اتاخرت ليه؟ اتصل بيه يعمل معاه مشكله، انت الورق واقف عندك، فبتخليك تسيطر على المشروع كله. تمام، ده ساعات يعني الاي ار بي ده اوبن سورس ومجاني، في انظمه ثانيه بتوصل بملايين. طيب ده كان مشروع المفروض بنعمله معماري. طيب اليومن ده برنامج برامج قوي جدا اللي بيعمل اظهار للموديل، باخد الموديل من اي برنامج 3 دي وادخله هنا اوتوماتيك، يعني بشكل روعه جدا. لو حاولنا نعمل نفس الشغل اللي بيطلع من اليومن في 3 دي ماكس او في اي ماي او باي برنامج اخر، بياخد مننا وقت طويل جدا، يعني فرق مثلا 1 ل 20. هنا مثلا ممكن تحط طيور في ثواني، تسحب الطائر وتحطه تلاقيه يلف. تمام، طيب لو انت عندك اولاد وعايز تعلمهم البرمجه، او انت عايز تفهم فكره البرمجه، في لغه اسمها سكراتش، من اللغات السهله جدا، فدي فيديوهات بتشرح سكراتش اللي هي لغه برمجه، مش محتاج ان انت تكتب كود، انت بتسحب وتربط حاجات ببعض. طيب احنا اول حاجه اتكلمنا عليها اللي هو النفس وركس، فده منافس للنفس وركس، اسمه برنامج سينكرو. برنامج سينكرو منافس، هو قوي في الفور دي ومناسب جدا للناس بتوع البلاننج. ال5 دي موجود بس مش بالقوه اللي موجوده في نفس وركس، فانت بتقدر تقارن وتشوف انت هتشتغل على انهي واحد فيهم. برنامج الفيوجن 360 ده من البرامج القويه اللي تقدر تصمم بيها حاجات بسهوله جدا، ممكن تعمل حاجه وتدخلها على الريفت ك ك عظم رجيم ك كفاميلي او ك كعنصر موجود جواها، وهو سهل جدا في التصميم وبيخليك تعمل حاجات جميله جدا. يعني ان شاء الله نكمل شرح ليه. طيب البي ال ام ده حاجه خاصه بالفاسيلتي مانجمنت، اداره المبنى. عملت شويه فيديوهات، اعمل سيرش على كلمه كوبي هتلاقي بعض الفيديوهات الممتازه جدا اللي المفروض تبقى موجوده مرتبطه فيها. الريفت ماس، ازاي تعمل ماس، وده مهم جدا للناس اللي شغاله في عماره. دي بعض المحاضرات كنا اديناها للناس خاصه بالريفت الكهروميكانيكال. الاركيكاد ده مهم جدا معماري، وبدا يبقى فيه انشائي وكهروميكانيكال، وهو من اول برامج اللي اتعملت بيم. هو برنامج قوي جدا بس هو مش مشهور في الدول العربيه، تقريبا 3 4 شركات اللي بيشتغلوا بيه. انا صراحه كنت مستمتع وانا شغال بيه، ويعني يعني حاجه محترمه جدا. يعني الايكو سيم بيلدينج ديزاين ده من شركه بنتلي، هو من البرامج القويه جدا، نقدر نقول ان هو يعني الاخ الاكبر للمايكرو ستيشن، وهو من الحاجات القويه، بس ما كانش قوي لما اشتغلنا بيه في مشاريع كبيره، ولما جينا نصدر منه ملفات الكوبي ما لقيناش الالات اللي تصدر منه ملفات الكوبي، فدخلنا في مشكله. التشيف اركتكت ده من البرامج القويه وميزتها ان هي رخيصه، تمام، ميزته ان هو رخيص. طيب
سيفل 3 دي الشرح بتاعه ما كملش حتى الآن، فحاول تدور على النت على الشرح يكون بالتفصيل. سكتش اب ده من ضمن البرامج الممتازة والسهلة جدا، وبتقدر بسهولة تصمم الحاجة اللي انت عايزها. الراينو، وبعد كده جروس هوبر. جروس هوبر ده ادنس موجودة جوه الراينو. جروس هوبر اوبن سورس، بس الراينو مش اوبن سورس. الراينو من البرامج القوية، بتقدر تسطبها، بتقدر تعمل اشكال بسهولة جدا. لما بتسطب جواه الادنس زي جروس هوبر بيديله قوة رهيبة جدا، لأن هو جروس هوبر من زمان جدا. هو جروس هوبر نقدر نقارنه بالدينامو، بس الدينامو حديث نسبيا، فبتلاقي إن أنت محتاج تاخد وقت على ما تعمل الحاجة اللي أنت عايزها. تمام. وحاليا بدأ الجروس هوبر يعني بدأ يدخل في الريفت، وبدأ الدينامو يدخل في الراينو. ما بقدرش أقول إن هو وصل للكمال في الاتنين، بس الناس بدأت تعمل الموضوع ده، بحيث لو أنت حابب إن أنت تشتغل بده وده مفيش مشكلة. الايكوتكت من البرامج القويه جدا، بس اوتوديسك وقفتها تقريبا في 2001. من البرامج القويه جدا في الجرين بيلدينج والاستدامه وعمل مباني صادقه للبيئه. لو عندك نسخه تقدر تشتغل بيها بدون اي مشاكل خالص. ده بعض الاسئله والاجوبه في الليد جي اي، ده اللي هو نظام الاستدامه اللي موجود في امريكا، وفي دول كتيره بتبدا تشتغل بيه. فورمه اي تي 2016 بيعمل اشكال لذيذه. الاوتوليسب دي لغه البرمجه جوه الاوتوكاد، لغه برمجه ذكاء صناعي وقويه. وهتلاقي في كتاب انا كنت عامله في 2009 تقريبا، كنت بشرح فيه الاوتوليسب. طيب، ده مؤتمر اتشرفت ان انا شاركت فيه. دي بعض الاسئله كنت بسالها جوه البيم. دي لغه برمجه اللي عاملها صديق مصري يعني استاذنا محمود فايد، لغه برمجه رينج، دي من لغه البرمجه القويه. ده فابريكيشن اكاديمي بي، لو انت بتعمل شغل الكهروميكانيكال وعندك الضغطات، فانت ممكن تكون راسم الضغط في المشروع 20 متر، بس هو في الحقيقه هيتقسم ل 2 متر 2 متر على اساس ينفع يتركب، فده بيقول لك ازاي تتعمل. اول بلان ده من احدى البرامج المعماريه، ومثل ان هو رخيص نقدر نقارنه بشيف اركتكت. ده دروس اكسل قويه جدا للمهندس صديقي خالد عبد العال. ودي تقريبا الفيديوهات الوحيده اللي مش انا عاملها، وهي قويه ما شاء الله. دي بعض الكتب اللي انا كنت قريتها وعجبتني جدا، يعني من هواه القراءه وبالذات السير الذاتيه، فدي بعض الكتب اللي انا كنت استمتعت بيها واتمنى الناس تقراها. الاوجمانتد رياليتي دي ازاي انت مثلا تلبس النظاره وتبقى شايف الحاجه اللي موجوده، وفي نفس الوقت شايف الحاجه المصممه. يعني مثلا انت مصمم مثلا وليكن نظام طياره مثلا، فلما تلبس الحاجه تبقى شايف المبنى اللي انت فيه وشايف الطياره، ودمج الاثنين مع بعض. طيب، كلام مجانين ده، كلام انا ما حدش يسمعه. دي بعض الاسئله بقى، ريفت اركتكشر اند ستراكشر سيرتيفايد بروفيشنال اكزام، وده اللي ام بي. دي اسئله اللي هي بتيجي في الامتحان وبنشوف الاجابه بتاعتها عامله ازاي. ده كتاب عماره القراءه لحسن فتحي، من الكتب المهمه جدا الواحد بيستمتع كل فتره ان هو يعيد قراءتها وبيتعلم منها كل مره بيقراها. ده برنامج اسمه حصر كوانتيك اوف، ده اتلغى، ونفس الواجهه ونفس البرنامج ادمج في نفس وركس. يعني لو انت فهمت الفكره بتاعتها تقدر تشتغل على نفس وركس في الجزء ده. وده الشهاده بتاعت الاوتوكاد، لو حد عايز ياخد شهاده الاوتوكاد بيدربك على الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. 3 دي ماكس انصحك تسمح لاي حد تاني، مش هتفيدك الكام فيديو دول ما كملتهمش. مايكروسوفت بروجكت ان شاء الله مركز ان انا الفتره الجايه دي ابدا اشرحه، لان هو مهم جدا ان انا انظم المشروع بتاعي، ومهم جدا لما اجي اربط الشغل بتاعي بالجدول الزمني، سواء في النفس وركس او في السينكرو، ان انت تكون فاهم مايكروسوفت بروجكت او البرومبير. انا اشتغلت فتره في قسم البلاننج، فعارف المايكروسوفت بروجكت وعارف البرومبير. تمام، انا ما بشوفش حاجه غير لما اكون فعلا اشتغلت فيها فتره وفاهمها ومستوعبها. ده بعض الفيديوهات الخاصه بالريندر في الريفت. ليبرري كاد ده برنامج اوبن سورس المنافس ليه الاوتوكاد، ونفس الكلام على الكيو كاد. برنامج الجيمب ده هو الفوتوشوب بس اوبن سورس ومجاني. برنامج البلندر من البرامج اللي الواحد بيتعجب لها، مساحه صغيره جدا وفي نفس الوقت بيعمل نفس الحاجات اللي بيعملها ال 3 دي ماكس، وقوي جدا وفي محرك العاب وحاجه قويه جدا. مشكلته الوحيده ان قليل لما تلاقي شركه
شغاله بيه، فده بيبقى اكتر في الفريلانسر، او لو انت عامل شركه خاصه بيك او في شركه تعرفها شغاله بالبلندر، هو قوي ومنافس ومجاني تماما. تمام. برنامج سينما 4 دي تقدر تقارنه ب 3 دي ماكس والبلندر والمايا، بس هو اسهل منهم جميعا. الوقت الصاروخ في التعلم في الشغل اسهل بكتير. دي كان نبذه عن اهم الحاجات اللي موجوده في البرمجيرا. فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، واتمنى تدعو اصحابك للمتابعه للقناه، وان شاء الله يعني الواحد مكمل في قناه باذن الله، بحيث انها تبقى مفيده للناس باذن الله.